راح اشوفكم انه ذولا اكو بعض المطاعم مسوين جيوش الكترونيه لك ما تستحي. مسوي جيش الكتروني، شكو واحد يعلق عليك او ينتقدك او وحده تنتقد الاكل مالك او الخدمه مالتك التعبانه. واسف ما اريد اقول لك خدمتك زباله. تمام؟ تهاجموها وتحركون جيوش الكترونيه تفشر عليها وعلى عرضها. ليش؟ اسمع وشوف هذا المطعم. اسمع. طبعا احنا قاعدين بالف ليله وليله علي، ووصينا على هاي الملحمه. طبعا ما انصح احد يقعد لان الخدمه كلش تعبانه. خلصنا وكنا قريب بالخواشيك ساعة يلا جابوا لنا اياهم. بعد ما خلصنا طلبنا ثلج وقلاص، ما جابوا لحد الان. خلصنا، هسه شو راح نسوي؟ نطلب الحساب والماي حال. الحساب راح يصير مثل البيب بيب، راح يجيبه ويجي. زين، ف الخدمه كلش تعبانه، كلش تعبانه. ما اعرف هاي. تمام، هذا واحد. اسمع يا ابو الف ليله وليله، يلي تحرك جيوش الكترونيه يفشرون على البنات اللي يحجون على الخدمه مالتكم، لك ما تستحون. خدمتكم تعبانه، خدمتكم زباله. بدال ما تحسن الخدمه تروح تهاجم البنيه وتفشرون على عرضها. اعطوني اللي وراه، هسه راح اشوفكم شلون ايش داي يسوون هم. اعطوني الفيديو اللي وراه. شوف باوع باوع، الخدمه مالتكم التعبانه. قهوه هنايم باوع. زين، شلون ماكو معهم مثلهم؟ في بس ما راح يساعد. اوكي يلا ماشي. يكون مميز. معيت واقف واقف ابو الف ليله وليله، حتى بعدين اقول هذا مالت من. تمام؟ جايبين معون معون قهوه ومعون قهوه وصينيه قهوه، وواحد جايب لي فنجان وحده. يا بليش الطاوله ما تكفي. صجيك اكون. اي والله كمل. يقول ما في مكان على الميز. هو من اول ما جي. امي هاي مش حد تصور. لا 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 والله ما لا لا ماي ماي بس اشوف ماي حبي ماي بس خليك تشوف. احنا نعترف حتى نغضب اغسل. حقني نصبا عليكم، حقني نصبا عليكم. انا مسويه دايت بس يلا خاطركم. اعطوني الفيديو اللي وراه. باوعوا باوعوا، اعطيني الفيديو اللي وراه. اوقف، شوف الفاتوره ايش قد جتي على ثلاثه قهوه. شوف الفاتوره ايش قد جتي. وين انت؟ بباريس؟ برج ايفل انت؟ شوف باوع الفاتوره. طبعا اجى الحساب هسه راح ندفعه. ايش كاتبين؟ بنات الخدمه ايش قد؟ 2 و350 وهم ما خدمونا، يعني لو دازين ميرال جايبت لنا مي وجايه واحسن. احسن لنا 100 مره. زين، يعني خدمه لعبان نفس. انا مو انا قلت خدمه لعبان نفس. 49,000 على ثلاثه قهوه. شاكو جايبين بيها مي زمزم؟ اشو خدمه زباله؟ تقول لك البنات يقول لك الخدمه زباله. المهم تمام، طلعوا لي الفيديو اللي وراه، خل اشوفكم هذا ابو المطعم شلون مجيش. اوقف، مجيش جيوش الالكترونيه يفشرون على عرض العالم. شوفوا هنا شلون البنيه ايش تحكي. مرحبا، شلونكم؟ قبل لا ابدي بمقطع حابه اوضح شيء عن اخر مقطع نشرته وعن التعليقات اللي اجتني. مبدئيا انا ما عندي مشكله ويا اي مطعم، ولا حابه اقطع رزق احد، ولا اعرف اصحاب المطاعم او منو اللي مسويها. عندي مشكله لما اروح المطعم وادفع بيه مبلغ تجيني خدمه سيئه وتعامل سيء. مؤكد ما راح اقول هذا المطعم ماو او راح اجي امدح بيه. مؤكد لما يجون اهلي يسالوني نروح لهذا المطعم اقولهم لا. فانتوا يعني ناس همدا انصحكم على شنو التسقيط، على شنو الكذب؟ ما اعرف يعني انتم لدى يعجبكم ابو الاعلانات ولدى يعجبكم الانسان الواقع الحقيقي. على العموم هذا اخر مطعم جربته بالف ليله وليله، كان اسمه الف ليله وليله. ما جربوا شيء عندهم غير الايس كريم والنسكافيه. النسكافيه كان طيب والايس كريم كان كلش عادي. المكان وديكوره كلش مبهر، خاصه ويا الغروب والقعده. قعدتهم كلش حلوه ومرتبه. ما الخدمات فما اعرف شيء عنها لان انا طلبت اشياء بسيطه، ووقت التوصيل مطول. اطلعت شوية على المنيو، كانت الأسعار شوية غالية. ممكن أجرب. تمام سمعتوا؟ يعني تصورت فيديو ده تقول لهم يا بش بيكم
إيش بيكم قبيتوا علي؟ إيش بيكم حركتوا جيوشكم الإلكترونية؟ تخيل مطعم، مطعم خدمته زبالة، دا تقول لك خدمتك زبالة، تحرك جيوش إلكترونية تحجون على عرض العالم؟ لك ما تستحون؟ وين وزارة الصحة؟ شنو هاي؟ مهزلة؟ إذا ما طعم تحكي عليه تنتقده يحرك جيوشك الإلكترونية يفشرون عليك.